Yes! We have a game. Okay. In the game, يا جماعة الخير. Game حامي. Game حامي حامي حامي. طبعا بنشوف الحين بنبلش على باتل فيلد. I don't know if I like the stage for Exayub للأمانة. For one reason only. No arc fire shenanigans on the stage. Or very few arc fire shenanigans. بس we'll see. We'll see, we'll see. الحين البرسنتات حتى even. بنشوف Exayub. Arc fire. يتراجع. بعد واحدة تحذف. شافط على السريع يما Exayub. Exayub طبعا كان بطل اللوكال الماضي جوبلينز دن في مقر تيم مانا في اللؤلؤة. راح نشوف. حلو كان يحاول يصيد الترويلة Exayub. استعجل شوي بالداون اير. دفش 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 سوجي كينج الحين. ليج تراب اوبورتونيتي. حلو شافت 98%. ارك فاير. حلو دراج داون يجبره على الترويلات. نايس انتي اير اب تلت. واو Exayub يخسر الستوك الاول بشكل غبي بس ما عليه وي موف وي ليف يعني. واو اوكي نايس كول على الداون سماش لكن ما ضبطت وياه. نو بامل. اخ اي هيت ات وين اور بلايرز دونت بامل. اي ابسولوتلي هيت ات. 140% حاليا. ال ثاندر ستيل ما راح تذبح. 153% عليه. Exayub شوي ديسبرت للكل الامانه لكن الجنتلمان راح تذبح 30% فقط على Exayub للامانه. نوت تو باد. راح يقدر يرد الدمج. واو اوكي فرط منها سوجي كينج. واو 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 يرجع Exayub. حلو الجيت اوف اتاك مع انها كانت شوي ريسكي بس كانت حلوه. حلوة ناس فراتو رد الدمج ايفن. ويك باك هير انتو سترونج باك هير. يتراجع ارك فاير. حلو نايس ابير دراج داون. حاول يسوي فولو اب بالفير لكن ما قدر يحققها. Exayub يرجع. حلو البيشنس من سوجي كينج. نطر لين ما شاف اللاندنج اوبشن وعود. حلوه الهاي ريكفري. الا كان يبي يبنش الابي مالت سوجي كينج لكن ما قدر. نايس نير. اوه نايس كول اوت فروم سوجي كينج. وايد وايد حلو الكول اوت لصالح الحين. نو بامل. كان يبي يصيده بالداش اتاك عشان تذبح لكن ما قدر يجيبها ويتبنش. Exayub يحاول يذبحها لكن مو قادر. كول اوت بالفورد سماش. اتوقع اي اريال ممكن من Exayub تذبح حتى النير فير باك اير بس يحاول يدور له شغله. نايس باك اير اوكي. لاست توك سيتويشن 88%. حلوه يعود. نايس شوف الحين حلوه. لاست توك سيتويشن الحين بنشوف اذا سوكي كينج راح يقدر يحقق الايدج جارد ولا لا. 156% على Exayub. رايت ناو ثينجز ار نوت لوكينج جود فور هيم بالاضافه انه خسر النوس فراتو فما عنده هيلينج اوبورتونيتيز ايذر. داون تيلت انتو فير ذاتس ات. سوكي كينج ياخذ الجيم الاول لصالحه بنتيجه 1-0. لاست ستوك جيم كان حده كلوز وينضم شوف الحين 1-0 حاليا لصالح سوجي كينج للامانه كان لاست توك سيتويشن. بنشوف اذا سوجي كينج راح يقدر يحقق المباراه ولا لا ويضمن مكانه في التوب 8 من الوينر سايد.
شوف الحين بوكيمون ستاديوم 2 حلوة الرابد جابس باك ثرو شوف اوبورتونيتي تو ايدج جارد لكن سوجي كينج حافظ على الجم ماله والحين راح يقدر يبلش بكومبو بسيط البرشر حاليا على اكزيو ويستمر بالضغط سوجي كينج للامانه عاجبني اوف ستيج اكزيو يمسك الليدج سوجي كينج بنشوف اذا راح يقدر يستمر ولا لا ويحقق 66% دامج الحين عليه يرجع على طرف المرحله اكزيو باك ثرو اكزيوب للامانه مو قاعدين نشوف منه اللعب اللي احنا متعودين عليه قاعد يعاني نوعا ما سوجي كينج قاعد يلعب بشكل رهيب للامانه شوف اف تلتات من سوجي كينج اوف ستيج سيتويشن دروب زون ايدج جارد والا الداون اير يبنش الريجراب على طول الأفضلية بالستوك حاليا لصالح اكزيوب ولكن 145% يعني مو ما اتوقع انه راح يقدر يحقق اكسترا كريدت وايد 33% حلوة بنشوف راح يقدر يستمر ولا لا نصف راتو نو فولو اب اب ثرو نايس دي اي من اكزيوب شوف سوكي كينج قاعد يضغط للامانه 47% حاليا عليه وصاروا 60 65 نايس باكير البيشنس حلو من اكزيوب شوف واو البيرفكت تايمينج بالجيت اب اتاك من عزوز 111% وسوكي كينج فاينلي يحقق الذبحه اكزيوب واو 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 شوف حاليا 2 ستوكس 2 1 اكزيوب يرجع على طرف المرحله الرابد جابز 18% لصالحه يتبنش حلوه سوكي كينج الدراج داون ويستمر سوكي كينج انا اللي عاجبني المنتاليتي للامانه بالوقت الحالي بالرغم انه عنده ستوك ديس ادفانتج الا انه قاعد يلعب بشكل جبار للامانه حلو 46% داش اتاك انتو باكير ووتر شركن سوكي كينج نايس باك ثرو ما عنده اير دوج الحين شوي استعجل 131% ال ثندر ويرجع سوكي كينج اب اير ما راح تذبح اتوقع ممكن نشوف اب سماش لكن يمكن تكون بطيئه شوي بعد الباري ما في بانش حلو الباك ثرو واو اكزيوب 1-1 نتيجة الست من أروع ما يكون خرافي I don't know my password. دقيقة. جيبه. سوي تاتش اي دي. والله I forgot my password. Game number 3 right now. Game من أروع ما يكون. شوف الحين دامج ليد لصالح اكزيوب. حلو الفولو اب. نوترال اير 75% حاليا عليه. نشوف اذا سوكي كينج راح يقدر يعود الدمج ولا لا 105% 105 حلو الباكير انتو اب اير نايس حلو النوسفراتو سوكي كينج حاليا 122% اكزيوب عنده ليد ضخم 142% ارك فاير يحذفها
ومره ثانيه البيرفكت تايمينج من سوكي كينج. اتوقع انه خلاص اكزيو دام ان سوكي كينج عارف التايمينج لابد انك انت تغير من الاوبشن وبنشه، يعني دام انك عارف الحين بنش يحقق الستوك الاول لصالحه. رابيد جابس باك ثرو ان سيف اون شيلد. الابروتش حلو، النير راح يعذف ال ولا اكزيوب البريشر من اروع ما يكون، لكن برونز سورد سوغي كينج الباك اير نير انتو ابسلت. اكزيوب يتراجع. واو نايس بيشنس من سوغي كينج، يعادل نتيجة الستوكات 2 ستوكس 2 74%. نوت تو باد للأمانة، نوت تو باد بالذات لما تلعب شخصية مثل جرينينجا عندها كومبو ابيلتي عالي 92%. ارك فاير ان يور فيس اكيد راح تتبنى شك زيوب. باك ثرو نايس ويك باك اير نو فولو اب نايس. دمج وايد عالي الحين على سوكي كينج 134%. ما عنده جنب الحين اكزيوب، استهلك الابي بشكل مبكر. نايس فولينج ابير لاست ستوك حاليا فور سوغي كينج. وينرز براكت ستوك 2 ستوكس 2 1 فولينج فير نو فولو اب. يمسك الكتاب او عفوا يمسك السيف، نطر السبوت دوج لكن ما بنشها. اكزيوب راح يرجع علج. نايس رايزنج فير اجريسيف داون اير، والاجريسيف ريسبونس من سوغي كينج للامانه عاجبني. شوف الحين نايس اب اير حلو. شوف الحين اكزيوب راح يقدر يرد ولا لا، ما عنده النيوترال بي لكن الليفن سورد عود. يقط الباكيرات يحاول فيشنج فور سم تايب اوف ايريال اتاك. لاست ستوك سيتويشن بتوين ذا تو بلايرز 98% بالمقابل 48. حلوه الرايزنج فير نايس فور ثرو نايس. اكزيوب نشوف الحين percent الدفرنس في الدمج بين اللاعبين. شوف الحين اذا اكزيوب راح يقدر يخلصها ولا لا. لاستوك الحين على اكزيوب فوضعه خطير نوعا ما، بالذات اذا سوكي كينج قدر يحقق ولا قدر يحقق اج جارد. يعني وضع اكزيوب ترى خطير يا جماعه الخير، لكن راح نشوف اذا راح يقدر يخلصها ولا لا. ولا خلصها سوكي كينج، مش ممكن. واو 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 171%.